السادة الحضور الكرام، شكرا جزيلا على حضوركم ومشاركتنا اليوم في ندوات، سلسلة ندوات اللي بتعقدها مجموعة دبي للجودة. معانا اليوم المستشارة ندى الجزار، هي مستشار التميز المؤسسي والتطوير الشخصي، وأيضا مقيم معتمد لنموذج الجودة الأوروبي من مؤسسة EFQM، وأيضا مدرب معتمد للبرمجة اللغوية العصبية، ومدير عام شركة Upskills للاستشارات والتدريب. النهاردة المستشار ندى هتحدثنا عن مهارات وآلية الإعداد الأمثل لملف التميز لجوائز الأفراد. وزي ما أنتم شايفين أن محاور هذه الندوة هتتطرق لنقاط أساسية بتهمنا أن إحنا نتعرف عليها ونتناولها بالتفصيل. هتتناول المستشارة ندى التحدث عن تعريف التميز الفردي وأهميته في تحقيق النجاح والتقدم المهني. أيضا ستتحدث عن تحليل الاحتياجات وتحديد الأهداف في ملف التميز، وكمان هتشرح لنا كيفية إبراز الإنجازات والمساهمات الفردية، وأخيرا ستتحدث عن آلية تنظيم المعلومات والوثائق في ملف التميز. برضك بحب أنوه للمرة الثانية إن هذه الندوة هتكون مسجلة، وحاليا هي بتذاع على الهواء مباشرة على قناة اليوتيوب الخاصة بمجموعة دبي للجودة. مستشارة ندى، شكرا جزيلا على حضورك اليوم معنا وتخصيصك جزء كبير من وقتك ومشاركتك لينا، وحابين ان احنا نستفيد من الخبرة اللي عندك في هذا المجال. هتلقلق المجال الآن لتقديم حضرتك للحضور الكريم. أهلا بيكي يا دعاء، شكرا جدا ليكي ولمجموعة دبي للجودة. يسعدني جدا إن أنا أقدم الفرش النهاردة، وإن شاء الله بنسمع كل الأسئلة، ولو أي حد عنده سؤال يقدر إن هو يكتبه في الكيو أن إي، وبعد كده بناخد الأسئلة وبنخصص فترة كبيرة للأسئلة إن شاء الله. خليني بس أعمل شير سكرين. قولي لي إذا واضحة يا دعاء. نعم، لو اخترتي سلايد مود. أيوة تمام، أهلا بيكم مرة تانية، وطبعا حابة أديكم نبذة عني. أنا طبعا عندي خبرة مهنية من حوالي 16 سنة في مؤسسات حكومية بدبي وأبو ظبي، حاليا مدير عام شركه ابسكيل اكس للاستشارات والتدريب في التقييم وفيما يخص التدريب المؤسسي في التميز والجوده، وطبعا اهم حاجه المهارات الشخصيه وتطوير القدرات للشباب مع المؤسسات التعليميه، كمان بنشتغل معاهم. توليت مناصب كتير في مجال التميز والجوده مع هيئات حكوميه كبيره، ولي طبعا الشرف في ان انا عملت معاهم، منها دائره النقل، هيئه كهرباء ومياه دبي، اكاديميه ربدان وجامعه زايد، واشتغلنا كتير قوي على برامج التنفيذ والتمكين التنفيذي وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية. طبعا أهم حاجة إن احنا بنطور قدرات المؤسسية والفردية وتسهيل برامج التمكين التنفيذي، وكمان اشتغلنا على المؤسسات وعلى الأفراد. اشتغلت في الحمد لله برضو في جوائز كتير، مثل جوائز دبي للأداء الحكومي المتميز، جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، جائزة أبو ظبي، أبو ظبي إكسلنس أورد، منظومة التميز الحكومي جام، كمان قيمت من خلالها، وحصلت كمان على ايزو 20000 تيستي كمان كمدقق معتمد في النموذج الدولي للتميز الخدمات وفي مؤشرات الاداء، وحصلت كمان على الكوتشنج. يعني حبيت جدا ان انا اشتغل على موضوع الكوتشنج، فاشتغلت لحد ما كنت ان ال بي ترينر في التدريب في الان ال بي اللي هي البرمجه اللغه العصبيه، وهنبص كمان ازاي الكوتشنج وازاي تنميه المهارات الفرديه ممكن توصلنا ان احنا نعمل عرض مرئي جميل للتقييمات، وازاي ان احنا نعرض ونبرز انجازاتنا بشكل فعال. وقيمت في العديد من الجوائز من 2013، منذ العام 2013، وحصلت على أكثر من 8 جوائز على مستوى العالم، المدارات المجتمعية والتمكين والتميز. وده طبعا التواصل معايا من خلال اللينكد إن، إن شاء الله بيكون موجود معانا برضو في آخر سلايد. طبعا حابة الأول نتكلم على أهمية التميز الفردي وإزاي إن هو بيفرق معانا جدا في التقدم والنجاح المهني.
خليني دايما اقول ان المورد الاساسي في اي مؤسسه هم الموظفين، وتطوير الموظفين وتاهيلهم بالطرق السليمه ده بيؤدي لنجاح وتميز اي مؤسسه، لان المؤسسه المتميزه هي عباره عن موظفين متميزين، وبيشتغل ده طبعا على كل فرد من الافراد المؤسسه، وازاي ان احنا اهم حاجه ان يكون في تحفيز لروح التنافس ما بين الموظفين، تكريم المتميزين في اداء الخدمات، لان احنا الموظف دايما بيؤدي خدمه، فازاي ان احنا نتاكد ان في روح تنافس ايجابيه ما بين الموظفين، والتكريم المعنوي والمادي اللي بيؤدي في النهايه الى التميز، وبيشتغل على مستويات الاداء ان هو يرفعها بمعايير الجوده والتميز. مصطلحات مهمة جدا للتميز والتفوق الوظيفي، كلمة الريادة، الريادة هو ازاي ان احنا نبقى بايونيرز، يعني ازاي نكون رقم واحد دايما في التفرد والتفوق في الأداء والنتائج وتقديم الخدمات بكفاءة وفعالية، وهنتكلم كتير على موضوع الكفاءة والفعالية لأنه مهم جدا ان احنا ازاي نلبي احتياجات وتوقعات الستيك هولدرز اللي هم المتعاملين والفئات المعنية اللي معانا من خلال منهجيات وآليات عمل. فكرة التحسين المستمر كمان مهمة جدا لما بنتكلم عن الريادة، لأنه الريادة مش هتيجي غير لما دايما نكون في مبدأ اللي هو التحسين المستمر الـ continuous improvement. التميز طبعا اللي هو مستويات متفوقة من الأداء المؤسسي والخدمات المقدمة، إزاي إن احنا نقدم خدمات ونطبق واستدامة منظومة التميز، كمان فكرة الاستدامة نفسها sustainability، إزاي إن احنا نتأكد من استدامة التميز طول الوقت، والتعلم المؤسسي، وفي مصطلح كبير اسمه المؤسسة المتعلمة اللي هي دايما في طور التعلم وفي طور مواكبة كل ما هو جديد. القدرات، منظومة التميز بتعتمد على حاجتين، القدرات والنتائج. القدرات هو كل الوسائل والطرق اللي احنا بنستخدمها عشان نحقق أهدافنا الاستراتيجية، ودي عبارة عن سياسات وبرامج ومشاريع. فطبعا منظومة القدرات لازم ان احنا نبتدي نشوف ازاي القدرات دي بتخلينا ان احنا كمان يبقى عندنا كموظفين نستغلها الاستغلال الامثل لتحقيق التميز. النتائج طبعا هي نتيجة استخدام القدرات دي بشكل مثالي والامثل، فبالتالي بتدينا نتائج اللي احنا عايزينها. وطبعا انتوا عارفين انه في العديد من الجوائز النتائج مهمة جدا، وبيبقى عليها المعيار الاكبر او الويتج، النسبة الاكبر. خطة العمل، احنا كموظفين او كموظف متميز لازم يكون عنده خطة عمل، لازم يكون عنده اكشن بلان، لازم يكون عنده ازاي النشاطات بتاعته او الاعمال اللي هيحددها عشان يحقق الاهداف الاستراتيجية بعيدة وقصيرة المدى. طبعا دي اللي هي بتكون فيها الموارد المتاحة والجدول الزمني لتنفيذ المشاريع والمبادرات، وازاي ان احنا هنتأكد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ليجي لنا فكرة فعاليتنا في تحقيق الأهداف أو الخطط العمل قد ايه هي فعالة عشان تحقق الأهداف دي من خلال الفعالية، لا يتوافق المخرجات مع الأهداف المؤسسية والمتوافقة مع رؤية ورسالة الجهة اللي احنا بنشتغل فيها. الكفاءة طبعا اللي هي إنجاز المخرجات من خلال استخدام الأمثل للمدخلات من الموارد البشرية والمادية والمعلوماتية. فكونسبت الفعالية والكفاءة بنستخدمه كتير جدا في تطوير الموظفين وفي ازاي ان احنا نوصل للتفوق والتميز. التمكين طبعا ده هيجي في الاشرافي، الجزء الاشرافي قد ايه الانسان برضو كقائد لازم ان هو يشتغل على موضوع التمكين، ونتأكد انه في تمكين وظيفي للناس اللي تحت منه. التطوير المستمر كمان كونسبت مهم جدا في التميز والتفوق الوظيفي، وازاي ان احنا نحقق الرياده من خلال مواصله ادخال تعديلات جزئيه او صغيره على العمليات، يعني طول الوقت نشوف العمليات بتاعتنا ازاي ان احنا نحقق الفعاليه او الكفاءه فيها، وازاي ان احنا نحسن بشكل مستمر. طبعا زي ما انا قلت الكفاءه والفعاليه هو شيء مهم جدا، ازاي ان احنا نتاكد من اداء الاعمال الصحيحة، لو وإزاي إن احنا نتأكد الكفاءة، إزاي أداء الأعمال بطريقة صحيحة. فمهم جدا الكونسبتس دول، التو كونسبتس مهمين جدا، إزاي إن احنا الإفيشنسي، إزاي إن احنا نعمل حاجة بطريقة صحيحة، وإزاي أداء الأعمال الصحيحة اللي هي الفعالية. التفوق الوظيفي، ليه احنا بنتكلم في التفوق الوظيفي؟ بنتكلم في التفوق الوظيفي لان احنا عايزين نتاكد من انه ان في سعي دائم للتميز، في ان احنا نقدم افضل ما لدينا ونسعى لتحقيق نتائج متميزه في مجال العمل. طبعا ده بيخلي السمعه والمكانه المهنيه
بترتفع طول الوقت وبترتقي لان هي تكون متميزه. كمان فرص الترقيه، التميز الفردي دايما بنتاكد انه في تميز في الاداء وانه يعني بيبقى في فرص للترقيه والتطوير المهني. رضا العملاء، لو احنا عندنا تفوق وظيفي هيبقى في رضا عملاء الستيك هولدرز او اللي بيتقال عليهم اصحاب العمل اللي حوالينا. ستيك هولدرز دول ناس كتير جدا بنتعامل معاهم، مثلا سبلايرز، بارتنرز، كل دول لو احنا اشتغلنا على رضا العملاء فالتميز الفردي بيعزز رضا العملاء وتقدير لخدماتهم، بالتالي بيحسسنا ان احنا ادائنا متميز طول الوقت، وبيشتغل في تعزيز العلاقات ما بيننا وما بين العملاء. كمان تطوير المهارات، انه يبقى في استثمار في تطوير المهارات وتوسيع المعرفه، ونتأكد إن في ميزة تنافسية في التعلم والابتكار. آخر حاجة طبعا الرضا الشخصي، كل ما كان عندنا تفوق وظيفي كل ما كان عندنا رضا شخصي وثقة بالنفس، فنقدر إن إحنا نفوز بالجوائز اللي إحنا عايزين نشتغل عليها أو تقديم أفضل ما لدينا من ناحية العطاء والتميز في العمل وتحسين الأداء المستمر. طبعا ازاي ان احنا نبدا نخطط للجائزه؟ بنبدا ان احنا يبقى في عندنا تخطيط وتنظيم، نتاكد ان في اعداد ملف التميز بشكل واضح، نتاكد من ان احنا نبدا من اول السنه. ناس كتير جدا بتشتغل في موضوع التميز والتخطيط وعمليه التخطيط والتنظيم بفتره كبيره عشان نتاكد ان احنا بنجمع المعلومات اللي احنا محتاجينها وتنظيمها بشكل منطقي. بنقيم المهارات والانجازات بتاعتنا، بنشتغل على تقييم احنا واصلين لفين في المهارات المطلوبه وايه الانجازات بتاعتنا اللي احنا محتاجين نشتغل عليها او نحسنها عشان يبقى في فتره كافيه ان احنا ممكن نحسن المهارات بتاعتنا. صياغه السيره الذاتيه، طبعا لازم يكون السي في بتاعنا ابديتد، ولازم يكون في مهارات اللي احنا بنشتغل عليها انجازات. مهم جدا نشتغل على ايه اللي حققناه، ودايما انا كمقيم بقالي كتير جدا بقيم من 2013 بتكلم بقول انت دورك ايه في الانجاز. مهم جدا نبرز دورنا احنا في الانجاز، مش انه يكون انجاز جماعي، ضروري جدا دورنا في الانجاز ابرازه بالطريقه المثاليه اللي احنا هنشتغل ونتكلم عليه دلوقتي. جمع الادله والشهادات، طبعا انه يكون في تجميع للادله والشهادات، كل ما هو كل الاكتيفيتيز، كل الانشطه اللي احنا عملناها، مهم جدا ان دي تكون دايما عندنا باك اب في الادله. وهنشوف ازاي ايه هي الامثله بتاعت الوثائق اللي احنا بنشتغل عليها كادله وشهادات، والعمل على العرض التقديمي بفتره كبيره كمان عشان نتاكد ان احنا بنحدث عليه طول الوقت. مين هو الموظف المتميز؟ نتكلم عن صفات الموظف المتميز، اللي هو الموظف اللي بيستفيد من الموارد المتاحه بالشكل الامثل، عنده رؤية واضحة للي هو محتاج يحققه في المؤسسة، بيمتلك مؤهلات علمية وخبرات عملية تتناسب وطبيعة عمله، مبادر ومبدع ومبتكر، بيعزز سمعة المؤسسة وبيحافظ عليها، بيبذل كل ما يستطيع لتقديم الخدمة الأفضل لمتلقي الخدمة، وملتزم بمدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة. فطبعا مهم جدا ان احنا نتكلم على موضوع السلوك الوظيفي كمان واخلاقيات الوظيفه، وكيف ان احنا بنتاكد الالتزام بكل الوثائق او فيما تخص يعني موضوع السلوكيات. كمان من سمات الموظف المتميز في الحكومه كمان الالتزام، الاحترافيه، الدافعيه، واللي هو شخص متحمس ومتحفز لتحقيق التفوق في العمل، التعلم المستمر، دايما بنبرز قد ايه الانسان بيشتغل على ان هو يتعلم بطريقه مستمره، وازاي ان هو يشتغل على ان هو بيطور من مهاراته. ده من احدى المهارات او المعايير اللي احنا بنتكلم فيها، التعلم المستمر. التحمل والمرونه، المرونه adaptability، قد ايه انا انسان اقدر اتحمل الظروف او التغييرات اللي حاصله في الجهه. القياده طبعا والعمل الجماعي. وكمان لو احنا بنتكلم على الموظف القدوه الحسنه، شخص واثق في نفسه، عنده احساس بقيمته ويتصرف بتلقائيه، حد قيادي، كمان شخص قيادي بيشتغل في ان هو يلهم ويطور الطاقه البشريه والمواهب، او بيتمتع بالذكاء العاطفي، كمان دي ميزه مهمه جدا ان احنا نتمتع بالذكاء العاطفي، مش بس الذكاء الذهني، كمان العاطفي في التعامل مع الاخرين، متفرد وشخص يتواصل ويتفاعل، يعني عنده تواصل فعال وبيشتغل على تحسين وتطوير مهارات التواصل بتاعته، شخص متعلم، شخص متواضع، وكمان بيهتم ويحترم ذاته والآخرين، وذو بصمة فارقة، إنه دوره في خدمة المجتمع وخدمة
وإبراز إنجازاته في المؤسسة اللي بيعمل فيها، ده كمان بيعمل بصمة فارقة، ده كمان موظف القدوة الحسنة. نيجي لإن إحنا نتكلم على المعايير، وأنا هنا هبص على معايير دبي Government Excellence Program، وهي الحكومة المحلية في دولة الإمارات. نشتغل على الأداء والإنجاز، الابتكار، التعلم والفكر المتجدد، الوعي الريادي، والشخصية الإيجابية. فدي المعايير اللي هي آخر معايير حسب الدورة التقييمية 2024، بنتكلم عنها بالتفصيل. الأداء والإنجاز، إنه الشخص قد إيه هو طبيعة وحجم الأداء بتاع الفرد والإنجازات بتاعته اللي حققها في نطاق العمل، وكمان والسابق. يعني أحيانا كمان بنشتغل على قد إيه أنا حققت في السابق، قد إيه عملت تأثير وأثر في الأعمال السابقة. كمان سرعة ودقة الموظف في إنجاز أعماله وتحقيق الأهداف من خلال استغلال الأمثل للوقت، حجم التحديات التي تخطاها أو تعامل مع الموظف لتحقيق أهدافه وإنجازاته. طبعا هنا بنشتغل على أمثلة، أنا حبيت أجيب لكم أمثلة لتسهيل عملية الكتابة، وإزاي إن إحنا نحدد الأريز اللي إحنا هنشتغل عليها أو هنتكلم عنها، لأن ده من أهم الحاجات اللي إحنا بنشتغل عليها في الطلب، أو إزاي البرزنتيشن، إنه إحنا نصيغ المعيار إزاي وإزاي نبرزه بشكل الأمثل. ففي طبعا الحاجات زي مثلا الانجازات والاعمال اللي قام بها الموظف مستغلا وقته بكفاءه بحسب الخطه المحدده. يعني هو كان حط خطه في الاول وبدا ان هو يشتغل عليها بطريقه فيها كفاءه، واستغل كل المهارات وكل الموارد في ان هو يحقق الخطه دي من اول، اللي هو حطها من اول السنه. الانجازات اللي قام بها الموظف والتي تفوق التوقعات، كمان في حاجات يعني زي ما احنا بنقول دايما في job description وفي مهارات responsibilities عندي، وفي احيانا بعمل حاجات تفوق التوقعات، ودي طبعا لو انا عملت اي انجاز من هذا النوع لازم ان انا ابرزه في الطلب بتاعي. طريقه قياس الموظف لانتاجيته، لو في طبعا في productivity، ازاي ان انا بقيس الانتاجيه بتاعتي، وازاي ان انا بحط key performance indicators زي مؤشرات اداء تتاكد ان انا الانتاجيه بتاعتي انتاجيه عاليه. القيمة المضافة التي يقوم بها الموظف خلال عمله، زي مثلا خفض التكلفة أو الارتقاء بالخدمة. دي حاجة كمان دايما بنتكلم إن إحنا بنبرزها أكتر وبنشتغل عليها، إزاي إن إحنا بنشتغل على خفض التكلفة، اللي هو مصطلح resource optimization. يعني أنا لو عندي تكلفة معينة، إزاي إن أنا ممكن أخفض التكلفة دي وأرتقي بالخدمة في نفس الوقت، والاستمرار بالعمل بنفس مستوى الأداء المرتفع في حال زيادة ضغط العمل. التحديات اللي واجهها الموظف، وإزاي إن هو عرف من التحديات دي ان هو يعمل سولوشنز او يقدم يعني حلول للتحديات. دايما احنا كنا بنتكلم او بنكتبها في الطلب بتكون التحديات وآلية التغلب عليها. ايه الآلية اللي انا اشتغلت عليها وتغلبت على التحديات بتاعتي، وازاي ان انا اتأكدت ان انا حققت الانجازات من خلال تغلبي على التحديات اللي واجهتني في العمل بتاعي. ابراز دور الشخص في الانجاز، زي ما انا قلت لازم ابين دور الشخص في الانجاز، واشوف ازاي ان انا ادعمت او دعمت الاخرين في انجاز مهامهم. اشتغل كمان على التطبيقات اللي انا استخدمتها، السوفت ويرز، زمن التنفيذ مهم جدا، قد ايه انا انجزت هذا الانجاز، او ايه الزمن اللي انا حطيته عشان انفذ المشروع اللي انا عايزه انفذه. كمان بشتغل على موضوع ازاي ان انا اكتسبت الخبره والمهاره، وترشيح الموظف كعضو في لجنه مهمه وتوليه مهارات او مهام نظير خبرته. موضوع اللجان كمان مهم ان احنا كمان نحطها من ناحيه ازاي نوجه الطاقه بتاعتنا في ان احنا نساهم في تحسين العمل من خلال لجان. اللجان اللي هي بتكون لجان متخصصه في المشاريع، بتكون داخليه، بتكون داخل المؤسسه. نيجي للمعيار التاني اللي هو الابتكار. الابتكار مهم جدا ان احنا نبص على الافكار الغير النمطيه والابداعيه، المبادرات الرياديه اللي قدمها الموظف. بنتكلم على تطبيق افضل الممارسات في تطوير الابتكارات وتحليل واستخدام البيانات. بنتكلم عن النتائج والتاثيرات من تطبيق الافكار، مش بس ان انا عملت افكار، لا، هل هي اتطبقت وكمان طلع منها نتائج، وطلع منها الاستجابه للتحديات المحليه والاقليميه والعالميه. مستوى توثيق الموظف لابتكاراته، قد ايه انا ممكن اكون اخذت المبادره دي او الابتكار ده ورحت كمان عملت له توثيق.
في الاماكن اللي هي للتوثيق مثل وزاره الاقتصاد مثلا للانتلكتشوال بروبرتيز، لو انا عندي حاجه معينه لازم ان انا او ابتكار معين لازم ابتدي ان انا اشتغل على توثيقه، مهم قوي براءات الاختراع والملكيات الفكريه، وازاي ان انا اشتغلت على كمان ابحاث منشوره او لو عندي اي مشاركات في المؤتمرات ببرزها في هذا الجانب. ايه الامثله اللي هنا ممكن نحطها؟ ممكن نشتغل في ابراز في الطلب، يعني اللي هو البرزنتيشن اللي احنا بنعملها، ان احنا بنشوف ان الافكار بتاعتنا دي كمان عملنا عليها ريسيرش، ما طلعتش باي فكره وخلاص، انا ابتديت اعمل دراسه، عندي اسس علميه، عندي مقارنات معياريه، كل ده حلو جدا ان احنا نكتبه في الطلب. المرجعيات بتاعتنا اللي احنا جبنا منها الدراسات دي والابتكارات مهم جدا ان احنا نبرزها. حرص الموظف على تقديم حلول غير نمطيه وابتكارات جديده. كمان النمطيه غير فكره الغير نمطيه، يعني انا لو جبت فكره او ابتكار مختلف تماما غير اللي موجود في السوق او في المكان اللي انا بعمل فيه، فده بيبين قد ايه انا كمان عملت ريسيرش مضاعف. حرص الموظف على انجاز ابتكاراته ووضعها حيز التطبيق، كمان قد ايه انا اشتغلت على ان انا اطبق الفكره دي، مش مجرد ان انا طلعت بالفكره وبس. النتائج الملموسه والمتفوقه الابتكارات، وازاي ان انا اشتغلت كمان لتحسين الموقع التنافسي والريادي للجهه، وازاي ان انا كمان اشتغلت على الضوابط المهنيه والاخلاقيه والانظمه والقواعد والقوانين، يعني استوفيت كل هذه المتطلبات في موضوع الابتكار تبعي. حرص الموظف على مشاركه زملائه داخل الجهه، كمان ان انا ممكن ازاي ان انا عملت الدروس المستفاده والنتائج الايجابيه في الابتكار، يعني مش بس ان انا عملت الفكره دي، لا انا كمان بدات اعمل نشر للمعرفه والنتائج الايجابيه للابتكار مع زملاء. مشاركه الموظف في برضه فرق العمل المختلفه داخل الجهه، احيانا بيبقى فيه كتير فرق الابتكار، ازاي ان انا عندي دور في فرق الابتكار في المؤسسه وبشتغل على ان انا وايه دوري كمان، وهل دوري كان فعال ولا لا، مش مجرد ان دوري في لجان معينه، لكن اهميه دوري وتاثير دوري في هذا الابتكار. مساعد الزملاء كمان لتحقيق انجازاتهم الشخصيه في تقديم الافكار والابتكارات، وابراز الاعمال الداله على قدرته على المبادره والتجديد والتحديث. لو انا عندي مشاريع او تطبيقات معينه مثل مثلا ابحاث او مقترحات، مهم ان انا ابرزها واشوف قد ايه هي عملت تاثير، اما داخل الجهه واحيانا كمان بيكون خارج الجهه. المعيار الثالث اللي هو التعلم المستمر والفكر المتجدد، اللي هو ازاي ان انا بحرص على الارتقاء بالتحصيل العلمي بتاعي واستفاده من مدى الاستفاده منه على المستوى الفردي، ازاي ان انا حصلت مثلا سيرتيفيكيشنز معينه او شهادات معينه، وازاي اشتغلت على ان انا افدت بيها المؤسسه والفرد. الجهود المبذوله من قبل الموظف لاكتساب الخبرات والتنميه الذاتيه، ده شيء راجع جدا للموظف، وانا كمقيم بقيم الموظف على اساس قد ايه هو بيشتغل على المهارات بتاعته التنميه الذاتيه، ازاي ان هو ممكن ياخد كورسات زياده لو عنده حاجه شايف ان هي مش up to the level، يعني مش المستوى اللي هو عايزه، ازاي نمى نفسه في الفتره دي، وكمان قيامه بنقل المعرفه والمهارات مع الاخرين سواء داخل العمل او خارج. الامثله اللي احنا ممكن نشتغل عليها في صياغه المعيار، ازاي ان احنا طورنا المهارات اللغويه، سواء ان انا اخدت كورسات مثلا في تطوير مهارات الانجليزيه او مهارات لغه اخرى، او قدرات على مجال التواصل تنميه المهارات، كورسات مثلا سوفت سكيلز زي ان انا اخدت في الكوميونيكيشن سكيلز في النيجوشيشن سكيلز، كل السكيلز اللي انا ممكن اخد فيها عشان احسن من قدراتي او من المهارات بتاعتي في العمل. الإشارة الشهادات والدورات، طبعا مهم جدا إن احنا يبقى عندنا دورات وشهادات في الأمور الفنية والإدارية واللغوية، وإزاي إن أنا طبقت كمان مجالات التطبيق فيها، ده مهم جدا في صياغة المعيار عشان نحقق التميز في صياغة المعيار. المبادرة أو المعيار الرابع، المبادرة والوعي الريادي، قد إيه المبادرة لدى الموظف من خلال مشاركته في تقديم الأفكار، يعني هل أنا شخص مبادر، هل أنا بقوم بتقديم الأفكار بتاعتي، هل أنا بشتغل على اقتراحات وعدد الاقتراحات اللي أنا قدمتها، وكمان قد إيه
يعني نسبة التطبيق بتاع الاقتراحات بتاعتي دي. فمش بس العدد زي ما احنا قلنا، كمان نسبة التطبيق والتأثير. فاحنا بنتكلم في العدد ونسبة التطبيق وتأثير هذه الابتكارات على المؤسسة، سواء في تحقيق الأهداف الاستراتيجية أو في إن هي عملت نتائج ملموسة، رضا العملاء، ارتفاع مثلا في عدد مشاريع معينة دخلت لنا بسبب هذا التطبيق أو هذه تطبيق هذه الفكرة. ازاي ان انا برضو اشتغلت على استخدام الامثل للممكنات الابتكار في الجهه. انا عندي مثلا تولز كتيره جدا في الجهه، ازاي اتاكدت ان انا بستخدمها، استخدامي لهذه التولز، وان انا اتاكد ان انا نظام الاقتراحات مثلا استخدمته بشتغل ان انا اقدم عليه اقتراحات معينه، جهود الموظف كمان ومشاركته في انشطه وفعاليات الجهه لاستشراف المستقبل طبعا، وافضل الممارسات العالميه. نقدر نشوف المعيار الخامس وبعدين نشوف الأمثلة إزاي نصيغ المعيارين دول. المعيار الخامس طبعا الشخصية الإيجابية والمؤثرة. كمان كلمة المؤثرة دي يعني موضوع مستحدث، فكرة التأثير مش بس إن أنا أكون شخص إيجابي لكن كمان مؤثر. طبعا إحنا قلنا صفات القدوة الحسنة، وإزاي إن أنا بقدم القدوة الحسنة في الأداء والسلوك وخلق بيئة عمل إيجابية وتشجيع العمل بروح الفريق الواحد. كمان قدرة الموظف على العمل بفعالية بروح الفريق الواحد والمبادرة لمساعدة الآخرين. إزاي إن أنا بنشر ثقافة التعلم من خلال تجارب وتطبيق المعارف المكتسبة والتواصل الفعال مع كافة الموظفين من جميع الثقافات وتقبل التنوع وإعلاء قيمة التسامح. نقدر نشوف هنا إزاي إن إحنا بنشتغل على الجزء ده. القدوة الحسنة الشخصية الإيجابية التي يسعى المحيطين بها لمتابعتها. وكمان يعني هي رول موديل للآخرين، إزاي يقتدوا بالشخص أو بالموظف ده، وإزاي إن إحنا نبرز هذا الموضوع في التصرفات والأفعال والأقوال. ممكن إن إحنا نشتغل على إزاي الموظف عمل تأثير واضح في موضوع الفكر الاستباقي والريادي. الريادة زي ما إحنا قلنا اللي هي التفوق والتفرد، يعني إن أنا أكون متفردة أو عندي التفوق بشكل في حتة معينة أنا شايف نفسي فيها، عندي فكر استباقي، فإزاي إن أنا ببرز هذا في البرزنتيشن أو الطلب بتاعي. كمان بشتغل على إزاي إن أنا أفضل ممارسات مدى التزامي بالأنظمة والقوانين. ده كمان كقدوة حسنة ضروري جدا يبقى فيه التزام من الموظف على أساس إن هو يلهم الآخرين كمان بالالتزام بالأنظمة والقوانين. التواصل الفعال في الاجتماعات الدورية، المقابلات المباشرة، التواصل الإلكتروني، التواصل المفتوح أو المشترك بين الفريق، ده كمان بيبين إن ده شخص إيجابي وعنده استعداد إن هو يسمع من الآخرين، بيتبنى الموظف القيم الإيجابية ومفاهيم جودة الحياة، وعنده يعني إبراز كل الأنشطة بتاعته لتحسين نمط حياته وحياة الآخرين من جوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والثقافية، وعنده أثر كمان في مساعدة الزملاء. يعني كمان ممكن نبرز إزاي ساهمنا إحنا كأنا كموظف في مساعدة الآخرين والزملاء والمحيطين بيه، ومساهمة الجهود في نشر السعادة والإيجابية في بيئة العمل، سواء من خلال مبادرات معينة أو أنشطة معينة قام بها الموظف في موضوع نشر السعادة والإيجابية. كمان آخر حاجة الموضوع القيام بالأعمال التطوعية، مهم جدا كمان في المبادرات والخطة واضحة. دايما احنا بنبص على موضوع التطوع مش مجرد ان انا بطلع بأي فكرة، لا انا عندي خطة معينة بحطها خطة عمل، ازاي ان انا عندي مشاركات او اعمال تطوعية خلال السنة. ده بيعزز كمان انا كمقيم، بيعزز جدا من الشخص اللي قدامي ان عنده بلان في ان هو يتطوع في خلال السنة. نيجي في الآخر لصفات القائد المتميز اللي هو آخر معيار واللي هو الإشرافي. مين هو القائد المتميز؟ عنده أهداف عليا، قادر على تحمل المسؤولية، يفوض بعض الصلاحيات إلى الآخرين والقادرين على القيام بهذا العمل، قادر على التخطيط والابتكار، بيصحح الأخطاء فور وقوعها وعادل مع الجميع. ده القائد المتميز. فنيجي دلوقتي لآخر معيار واللي هو المهارات القيادية، المعيار السادس. طبعا ده الموظف الاشرافي فقط، لا يقع هذا المعيار على الاكزيكتيف او الشخص اللي هو الغير اشرافي. ازاي ان هو بيبرز انجازات الوحده التنظيميه اللي هو بيشتغل فيها او ادارها، القدره على التخطيط المستقبلي للوحده التنظيميه من خلال استشراف المستقبل. بنتكلم برضو على ازاي القدره على اداره الوحده التنظيميه باستخدام امثل الوقت والموارد وتعظيم العائد. كمان زي ما احنا قلنا الكفاءه في ازاي ان انا استغل
استغلال أمثل الوقت والموارد بتاعتي عشان أعظم العائد والنتائج الملموسة، حرص الموظف على بناء وتمكين الموارد البشرية العاملة تحت إشرافه، كمان إزاي إن أنا ببني روح الفريق الواحد، ولو عندي مبادرات بهذا مهم جدا إن أنا أبرزها في الطلب بتاعي. طبعا إزاي إن إحنا نقدر نيجي على هذه الأمثلة، إزاي إن إحنا نبرز إنجازات الوحدة التنظيمية والعاملين اللي بيشرف فيها خلال فترة عمله، دقة والسرعة من خلال دقة التنفيذ وربطه بمؤشرات أداء. يعني أنا لو عندي KPIs معينة أقدر إن أنا أشتغل على دقة مدى دقة التنفيذ، ومدى إزاي إن أنا اتأكدت من إن أنا عندي سرعة في تنفيذ الخطة اللي أنا حطيتها. نوع التدريب وقياس ساعات التدريب السنوية لكل موظف. كمان أقدر أشتغل على إزاي إن أنا شكلت فرق عمل من أقسام مختلفة زي التخطيط والميزانية والمراجعة، تقييم الأداء المؤسسي، إزاي إن أنا اشتغلت على كمان المراجعة الدورية للمهام وخطط العمل مع الفريق بتاعي واتخاذ القرارات وانعكاسها على الأداء والنتائج، المشاركة في إعداد ومراجعة الهيكل التنظيمي. كمان إن أنا ممكن بشرك الموظفين بتوعي في الإعداد الهيكل التنظيمي والتدوير وعملية التدوير الوظيفي job rotation، إن أنا باخد موظف معين ممكن أحطه في رول تانية. كل دي من المهارات الإشرافية اللي بتعزز جدا الطلب وصياغة الـ presentation بتاعتي. وكمان الاستراتيجية العامة والإشارة إلى الخطط السنوية وإزاي إن أنا بربطها بالأهداف الاستراتيجية. لو نرجع تاني لفكرة الفعالية، إنه ما ينفعش إن أنا أعمل خطة عمل غير مرتبطة بالخطة الاستراتيجية العليا بتاعة الإدارة بتاعة الهيئة كلها، لازم أتأكد من ربط خطة العمل دي مع الأهداف الاستراتيجية. طب إيه اللي إحنا ممكن نكتبه دايما أو بيلفت نظر المقيم في أي طلب؟ فكرة التفرد والتميز، كلمة أول في إنجازات الموظف، تفرد المبادرات والأفكار المقدمة، تفرد الإنجازات المؤسسية مع الإنجازات الفردية، يعني بربط الإنجازات الفردية بتاعتي مع الإنجازات المؤسسية. مؤشرات التميز، إزاي إن أنا بقول إن الشخص ده مثلا في عنده مؤشرات للتميز، مؤشرات واضحة إن هو إنسان متميز، بيحول عناصر القوة إلى مؤشرات كمية ونوعية مقاسة، يعني يقدر زي ما بنقول بالإنجلش كوانتيفاي، يعني بقدر إن أنا أحط العناصر القوة دي في أرقام، اقدر ان انا ابين قد ايه عناصر القوه بتاعتي في ارقام، ان انا تكون واضحه للانسان اللي بيقيمني او المقيم اللي قدامي. قدره الموظف على تحويل الانجازات الى عناصر قوه كميه قابله للقياس والمقارنه. كمان ربط المؤشرات التميز الفردي مع المؤشرات المؤسسه زي مثلا المؤشرات المخرجات، ربط انجازات الموظفين مع مؤشرات الاداء الكلي زي مثلا اسعاد المتعاملين او توفير النفقات، ازاي نتيجة تأثير او اثر تطبيق الاهداف والمبادرات الاستراتيجية واللي بنقول عليها قياس الاثر. الثقة بالنفس، حديث الموظف ان هو ازاي يعني عنده تبني لثقافة التميز وايمانه بالفوز مش مجرد مشاركة، لان شفنا ناس كتير لما بنقيم انه بس بيشارك او هو مطلوب منه المشاركة، لكن ايمان الموظف ان هو بالفوز او ان هو قادر على الفوز ده شيء مهم جدا لإقناع المقيم أو للفوز بالجائزة. وكمان ممكن الشخص يعمل كمان موك أسسمنت عشان يتجنب أي عنصر من المفاجأة أثناء عملية التقييم. طيب إزاي إن إحنا ممكن نعمل صياغة العرض التقديمي، إن إحنا بنبين النبذة التعريفية بتاعتنا، إزاي إن إحنا تدرجنا في الوظيفة. يعني لو أنا كنت شخص أول ما دخلت المؤسسة تدرجت في الوظيفة، إيه المؤشرات التميز بتاعتي؟ إيه التحديات اللي أنا تجاوزتها وآلية التغلب عليها؟ زي ما إحنا قلنا حصول الموظف على تقييم مرتفع وتجاوز التوقعات، طبعا التقييمات مهمة جدا، قد إيه الموظف حصل على تقييم مرتفع، حصول الموظف على رسائل شكر وتكريم أو جوائز سابقة، كمان دي مهمة جدا في عرض رسائل الشكر والتكريم سواء داخل المؤسسة أو خارجها، كمان من العملاء من البارتنرز من كل الناس اللي انا بتعامل معاهم، لو في اي عندي رسائل شكر او تكريم دايما بنحطها في ملف التميز. الحته التانيه اللي هو ازاي ان احنا بنشتغل على عرض المعايير، ازاي ان انا بعمل الانجازات بتاعتي بكتبها بشكل سيكونس، الانجاز الاول الانجاز التاني في المشروع، وبتكلم على داخل وخارج الاهداف الوظيفيه زي ما احنا قلنا، في احيانا job description في responsibilities معينه، وفي
حاجات تفوق التوقعات عملتها، دي مهم جدا ان انا اكتبها خارج الاهداف الوظيفيه بتاعتي، او حاجات انا بادرت بان انا مشاريع جديده اعملها، كل ده لازم يتكتب كمان في الطلب بتاعنا. العضويه في لجان المؤسسه، حضور الدورات التدريبيه، الدراسات والمؤلفات العلميه والاكاديميه، وتقدمت سنه كام، المبادرات التي تطلقها الدوله لحرص الموظف على توظيف المبادرات لصالح الأداء الفردي والمؤسسي، عرض أمثلة على الأنشطة التطوعية بناء على الخطة اللي هو أعدها وأحدثها سنويا. طبعا مهم جدا إن أنا أشوف عدد الساعات، لو أقدر أحسب عدد الساعات العمل التطوعي من خلال آخر 3 سنين كمان يبقى كويس جدا، لأن ده معناه إن أنا حولت الأعمال التطوعية دي لعدد ساعات، فزي ما احنا قلنا quantifying، نتأكد إن في أرقام قدامي. عرض الأفكار المطبقة وتأثيرها ونسبة الأفكار المطبقة وآلية الاقتراحات وتأثير الاقتراحات على المؤسسة، فدي طبعا زي ما احنا قلنا تطبيق الأفكار، وتأكدنا إن هي نسبة الأفكار المطبقة من التوتل أو من الجموع أو مجموع الأفكار اللي أنا طبقتها أو اللي أنا قدمتها. إيه الموافقات والوثائق اللي عندنا؟ ممكن تكون رسالة شكر، ممكن يكون قرار بتعيين أو بترقية، شهادات، آلية عمل أنا عاملها أو أنا حطيتها أو أنا طورتها، آلية معينة جديدة، منهجية أنا حطيتها معينة برضو في الشغل بتاعي، رسم بياني توضيحي، دراسة، بحث، تقرير، كل ده ممكن تكون الأدلة والوثائق اللي احنا ممكن نستخدمها عشان تعزز من الطلب بتاعنا. ممكن يكون نموذج تقييم، ممكن تكون صور من مشاركات في أنشطة متعددة، ولازم مهم جدا هنا ان يكون واضحه ومقروءه، تكون رسميه يعني official، مش مجرد اي ورقه انا عملتها، لازم تكون متوقعه، ممكن تكون واضحه، معتمده في حال الرسائل والقرارات، مرتبطه بزمن، يعني لازم يكون dated، لازم تكون موجود عليها زمن معين او يكون عليها date معين، وهادفه ومرتبطه بالمعيار، لازم الادله تكون مرتبطه بالمعيار، ما ينفعش انها تطلع خارج المعيار. دي حاجة طبعا مهمة جدا في التقديم أثناء الزيارة الميدانية، وبنشتغل على العرض التقديمي، وده مهم جدا إن احنا نبقى عندنا جمل مفتاحية معينة، لما أنا بكتب جمل معينة بتذكر كويس قوي هتكلم فيها إزاي، فدي مهمة قوي، تكنيك مهم إن احنا نكتب جمل مفتاحية عندنا احنا في ذهننا بنقدر إن احنا ننطلق ونتكلم عنها عن الإنجازات بتاعتنا، لأنه العرض التقديمي بيكون طبعا سلايدز معينة، بيكون حجم معين ما ينفعش إن احنا نطلع عنه، ف we have to be very smart، لازم نكون أذكياء جدا في طريقة العرض. الجمل قصيرة وبسيطة، قم انتقاء كلمات سهلة النطق، كمان موضوع الكومبلكسيتي أو تكون سهلة النطق مهم جدا، تجنب استعمال الكثير من الألوان، يعني موضوع الألوان كمان كتير مش كويس إن احنا نستخدمه، بنركز دايما على لونين، والخط كمان يكون مفهوم من حيث الشكل والحجم، مهم جدا إن احنا نشتغل على الموضوع ده. مهارات الإلقاء، لو احنا بنشتغل كمان على طريقة الإلقاء بنكون بننتبه للغة الجسد، الوقوف وسط القاعة أمام جميع المتلقيين، بنوزع النظرات ومنركز النظر على شخص واحد فقط، نتجنب الوقوف في مكان واحد خلال الشرح، نقدر إن احنا نتحرك في المكان بانتظام داخل القاعة، التحرك السريع والكثير كمان مش محبذ إطلاقا، وتجنب شبك اليدين لا تعطي ظهرك للجمهور أثناء الشرح، المظهر، الوقوف، الحركة، الاتصال البصري والصوت والابتسامة طبعا بيفرقوا جدا في أسلوب العرض ومهارات الإلقاء بتاعتنا. الصوت مهم جدا، فكرة التحكم في الصوت وإن إحنا نتدرب على الصوت بتاعنا في خفض الصوت أو رفعه أو التركيز على معلومات مهمة، فلما عايز أركز على معلومة مهمة برفع صوتي يعني بخفض صوتي للفت الانتباه، ده تكنيك في فكرة البودي لانجويج، وتدريبنا على نبرة الصوت اللي بيسمعها المستمعين مهم جدا، إزاي إن إحنا كمان النبرة بتاعتنا وإزاي إن إحنا ما نبقاش صوتنا واطي جدا أو صوتنا عالي، ده بالتدريب كمان قبل الإلقاء على المقيمين. كمان يعني مهم جدا عدم الافتراض، ما افترضش انه الشخص ده هيكون عارف او فاهم الحاجه، كتير جدا ممكن يلقي الشخص يفترض ان اللي قدامه فاهمها بس يطلع المعلومه مش مفهومه، فبالتالي he loses points، فما نفترضش خالص ان المستمع ده قادر ان هو فاهم او فاهم كل الوردز، او خاصه انا لو شخص تكنيكال مهم جدا اكون بوضح الحاجه بشكل ان اللي قدامي كمان يفهمها. كمان موضوع ان احنا نتوقف لايصال الافكار الرئيسيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها، كمان التزم بالوقت المحدد، مهم قوي ان احنا نلتزم ونتدرب عشان
إيصال الوقت اللي إحنا عايزين نتكلم فيه قدام الناس في الوقت المحدد الملزم، لأنه للأسف ما عندناش وقت كبير قوي في إلقاء البرزنتيشن على المقيمين في وقت دايما محدد. تمام، أنا بالنسبة لي خلصت، وأتمنى يكون أفدتكم بالمعلومات اللي محتاجينها إن شاء الله، ويرجى التواصل في أي استفسار، ونقدر نفتح الأسئلة يا دعاء. تمام، نفتحها دلوقتي. في السكشن اللي هو polls، هفتح السؤال الأول يا ريت والسؤال الثاني، ولا السؤال الأول؟ نقدر الأول السؤال وبعدين التاني. الأول، تمام. السادة الحضور، يا ريت تضغطوا على الأيكون اللي مكتوب عليه polls الأسئلة، وابتدوا جاوبوا. أنا شايفة إن بدأ فيه تفاعل من جانب الحضور. السؤال بيقول: برأيك ما هي أفضل الطرق والممارسات في تحفيز الفريق وتعزيز التفوق الوظيفي في بيئة العمل؟ نتمنى نسمع رأيكم في الموضوع من خلال الفوتينج. بدأت النتائج يا دعاء؟ النتائج ظاهرة. أول ما حكمة تقولي لي بس أوقف أنهي الإجابة، هوقف على طول. هي النتائج ظاهرة عندي دلوقتي. بالنسبة لي الخيار الأول اللي هو كان توفير التحفيز والتقدير، النسبة 4%. الخيار الثاني كان توفير فرص التطوير الشخصي للموظف، النسبة كانت 4%. بعتذر عن أي ضوضاء، معلش سامحوني لأن بنذيع من المكتب. الخيار الثالث توفير رؤية واضحة ودعم القيادة. الحقيقة ما حدش اختار الخيار ده، لكن النسبة العالية من الاختيارات كانت 91% لجميع ما سبق. أنا هنهي دلوقتي السؤال، الإجابة على السؤال، وهشير الريزلت. ممتاز. هستاذن حضرتك بس فالناس لو شايفة ستوب انه شيرينج. ستوب شيرينج من عندي، صح؟ أيوه، هيك شايفة الإجابة؟ 91% الجميع ما سبق تمام. فعلا. يعني من المهم جدا انه في انه كل واحد يعني ياخد فرصته في تحفيز الموظفين والتقدير. التطوير الشخصي مهم جدا، ان احنا نوفر تطوير شخصي للموظف، ان هو يحس ان هو بي 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 بيتحسن وضعه من اول ما دخل لحد ما يعني بيفضل ان هو يتدرج في وظيفته. فصح، مهم جدا انه يبقى فيه رؤية واضحة. فانا مع الناس اللي عملت جميع ما سبق، لانه كمان يعني بالتوازي ان كل واحد فيهم يقدر ياخد فرصته، انه يبقى كلهم موجودين. ده شيء جميل جدا، ودي من افضل الممارسات، انه يبقى فيه تنويع من فكرة التحفيز، ويبقى فكرة توفير الرؤية الواضحة ودعم القيادة. مهم جدا دور القيادة في موضوع التحفيز الفريق ان هو يتفوق وظيفيا في بيئة العمل. تمام، نقدر ننتقل نقدر للسؤال الثاني. اه نقدر ندخل في السؤال الثاني. السادة الحضور، أنا هعمل إطلاق للسؤال الثاني. أرجو إن هو يكون متاح عندكم في خانة الـ الأسئلة أو البولز. السؤال بيتحدث عن: برأيك ما هي المهارات الرئيسية التي تعتبر أساسية لتحقيق التفوق الوظيفي؟ الخيار الأول: المهارات الاحترافية، تشمل مهارات التواصل الفعال والقدرة على العمل الجماعي. الخيار الثاني: المهارات التقنية والمهنية، تعتمد هذه المهارات على مجال العمل المحدد. الخيار الثالث:
المهارات الابتكارية والإبداعية تشمل القدرة على التفكير الإبداعي وتقديم حلول جديدة وتحسين العمليات والأفكار الحالية، والخيار الأخير اختيار جميع ما سبق. نرجو منكم ال الإجابة على السؤال. هو مبدئيا في تفاعل الإجابة على السؤال، والأسئلة اللي بتكتب في خانة الأسئلة والأجوبة هيتم الإجابة عنها مباشرة بعد الانتهاء من التصويت على إجابة السؤال الثاني. أعتقد كده إحنا قربنا على نهاية نفس المدة الزمنية اللي تم إتاحتها للإجابة على السؤال الأول، فأنا هنهي التصويت دلوقتي. هعمل شير للريزلت. أرجو إنها تكون الإجابة واضحة على الشاشة للجميع. الخيار الأول لم يتم اعتماده من قبل المشاركين أو الحضور، الخيار الثاني أيضا، الخيار الثالث هو المهارات الابتكارية والإبداعية، كانت نسبة الاختيار 13%، أما الخيار الأخير اللي هو جميع ما سبق نسبة اختياره كانت 87 أو 87% من المشاركين. ممتاز، هو فعلا جميع ما سبق، وزي ما الناس فعلا شفنا في البرزنتيشنز من مهم جدا ان احنا نشوف نحدد الاول ايه المهارات اللي عندنا، سواء احترافيه او تقنيه او ابتكاريه، ونشوف احنا واصلين فيها فين، وازاي ان احنا نتاكد من ان هي بتحسن او بنتحسن في كل واحده فيهم. يعني هو الاسسمنت اللي احنا بنعمله في الاول، السلف اسسمنت، التقييم الذاتي، ضروري ان احنا نشوف احنا واصلين في انهي نسبه في المهارات دي، وازاي ان احنا ممكن نشتغل عليها، ونبين مدى ان احنا اشتغلنا على المهارات دي للمقيم. قد ايه انا كنت في سيلف اسسمنت ده شايف ان مهاراتي في الموضوع ده مش كويسه، فطلبت تريننج او بدات اشتغل على تريننج كورس، فبدات ان انا اتحسن، ودي النتائج اللي حصلت من التحسن. فهو جميع ما سبق، هو بنبص على المهارات الشخصيه للموظف من جميع الاتجاهات، من جميع من السوفت سكيلز وكمان التكنيكال سكيلز. بشكر جميع على الرد. نقدر ناخد أسئلة يا دعاء؟ أكيد المجال دلوقتي مفتوح لطرح الأسئلة والاستفسارات الخاصة أو بيكم، طبعا مشاركة أفضل لو حد ممارسات. بالظبط لو حد حابب إن هو يطرح سؤال شخصيا بس يستخدم إيموجي raise hand، وأنا هفتح المايك والكاميرا لو حابب. إحنا عندنا سؤال من السيدة مريم أحمد بتسأل عن المعايير، ما هي المعايير المتبعة لتقييم الفئات المؤسسية أو الإدارات فرق العمل، وهل هناك تصنيفات أخرى لهذه الفئات؟ إذا السؤال بيحمل شقين أستاذة ندى، يا ريت نبتدي نجاوب على الشق الأول. في معايير كتير، هو لازم يعني طبعا في دليل، لو انت حابه ابعت لك الدليل حسب انهي جائزه. في جوائز كتيره جدا في الدوله، منها جائزه الشيخ خليفه الاس كي جي اي بي اللي هي الشيخ خليفه السكيه، وفي اس كي جي اي بي، وفي ابو التميز ظبي يعني. جفرمنت اكسلنس، وفي دبي جفرمنت اكسلنس. فكمان هل انت محلي بتتكلمي ولا بتتكلمي اتحادي؟ بس نقدر ان انت لو حابه نبعت لك الدليل مختص بكل جايزة، وتقدري لو تحبي تبصي على كل المعايير مفصلة بتتواصلي معانا إن شاء الله، وبنبعت لك كل الدليل. تمام. الشق الثاني برضك في سؤال بيتناول هل في تصنيفات أخرى لهذه الفئات؟ طبعا على مستوى مؤسسي في طبعا تصنيفات كبيرة جدا، وهي برضو هتكون موجودة بحسب نوع الجائزة اللي هي بتطلبها. لو في جائزة معينة هي عايزة تتكلم فيها طبعا تتواصل معانا، وبتكون برضو موجودة في الدليل. تمام، شكرا أستاذة روضة سعد على تعقيبك الإيجابي. أرجو من الحضور كتابة الأسئلة أو طرحها علينا حاليا، إحنا مش هنستغرق وقت طويل أنا عارفة عشان صلاة الجمعة، لكن هنستمر كده
دقيقتين ثلاثة لغاية لما ننتهي من الإجابة على استفساراتكم. في سؤال من الأستاذ تامر نصر الله بيسأل: هل ممكن التفضل بشرح مفصل عن التقييم للفئات الوظيفية وإبراز النقاط اللي بتفيد في عملية المفاضلة؟ يمكن أرجع للسلايد التاني اللي احنا كنا اتكلمنا فيه في المفاضلة. خليني أعمل شير بعد إذنك يا دعاء. اتفضلي. طيب برجع للسلايد اللي هو بالمفاضلة. اللي يعني بيبين مدى طريقة إبراز العملية كلها من شخص لشخص تاني. هو السلايد ده بعرضه دلوقتي. التفرد والتميز، يعني لو أنت طبعا كموظف كنت الأول في إنجاز معين، ده بيديك اكسترا بوينتس. كمقيم ببص إن أنت الأول من طلع الفكرة الفلانية، أول من طبق في الدولة كذا، أول ما جاب فكرة كذا إن هو تطبق في المؤسسة فجاب التأثير كذا. تفرد المبادرات نفسها أو طبيعة المبادرات، يعني هل هي مبادرة معتادة، هل هي مبادرة جديدة ولا لأ. مدى ربط الإنجاز بالإنجازات المؤسسية، يعني لو أنا عندي إنجاز فردي إزاي بتأكد إنه كمان مربوط بالإنجاز المؤسسي أو بيدعم الأهداف الاستراتيجية. فكرة الربط دي بتفرق جدا. يعني أنا مثلا عملت إنجاز شخصي وحطيت أهداف معينة وحطيت إنجازات معينة، بس كمان ربطتها مع الأهداف الاستراتيجية بتاعتي، فالربط هنا بيبين كمان مدى التفرد بتاع الشخص في فهمه لعملية الرسالة والقيم والتوجه العام بتاع المؤسسة. فده برضو نرجع إن احنا نقول مهم جدا في فكرة المفاضلة اللي سأل عليها أستاذ تامر. بنتكلم كمان هنا في مؤشرات، ازاي ان انا برضو عملت فكرة الكوانتيفاينج. يعني في ناس تقول لك انا عندي مهارات الفلانية، عندي نقاط القوة الفلانية، طب ازاي حولت ده لمؤشر او قياس، او يعني ازاي نقدر نقيس ان انت مثلا متميز في الحتة الفلانية بعدد مؤشرات معينة انت حطيتها، مثلا عدد ساعات معينة، مثلا ارتفاع نسبة المتعاملين من كذا لكذا لان انا كنت شاطر في الحتة دي او عملت المبادرة الفلانية. فمهمة قوي الحتة دي اللي هي بتفرق فعلا، بتبين الشخص كمان مدى إبراز الشخص ووعيه بأهمية دوره في الـ الإنجاز العام. يعني حتى كمدير أو أنا كقائد ممكن يبقى تحت مني موظفين كتير جدا، بس بننسى يعني العمل الجماعي هو اللي دايما طاغي في كلامي، لكن انا كمدير عملت ايه، انا كقائد الهمتهم ازاي، او اشتغلت ازاي ان انا عملت روح فريق العمل، او ازاي ان انا اتاكدت ان انا بشارك معاهم او بشركهم معايا في كل القرارات بتاعتي. فدي كلها تحويل عناصر القوة دي بشكل ان هو يبين للشخص اللي قدامي ان انا عارف كويس قوي where I'm standing، يعني عامل سيلف اسسمنت وعارف دوري كويس قوي، عارف ازاي ان انا ابرز الانجاز بتاعي. وكمان موضوع القياس الأثر، تطبيق الأهداف والمبادرات الاستراتيجية الأثر بتاعها إيه؟ هل هو مثلا الأثر بتاعة المبادرة بتاعتي أو المشروع في إن هو خفض التكلفة، إسعاد المتعاملين، توفير النفقات، أو مثلا المخرجات بقت أفضل مما إحنا كنا متوقعينه. كل ده بقى قوم وأستاذ تامر الثقة بالنفس قوم تاني، يعني إيمان الشخص بالفوز زي ما أنا قلت، وإن هو إزاي إن هو بيتبنى ثقافة التميز، بيعمل شيرينج. يعني أنا في إحدى المؤسسات اللي أنا كنت بشتغل فيها كان في internal award، وكانوا عاملين يعني زي جائزة داخلية مخصصة للناس اللي بتعمل شيرينج للإنفورميشن، شيرينج للنوليدج. فكانت بياخدوا بيرتبوهم من 1 لـ20 مثلا حسب التأثير بتاع الشخص. فبرضه ازاي ان انا ام شيرينج، بعمل شخصية إيجابية في بيئة العمل، عندي تأثير معين، عندي نجاحات معينة بانت. فده كله ده اللي بيبين او بيفاضل شخص من شخص تاني. ناس كتير احنا كنا بنقيمهم هو عنده انجازات كويسة جدا، بس هو مش عارف يوضحها ومش عارف يبينها،
مش عارف ان هو مش مؤمن بيها كافي بشكل كافي ان هو يفوز. فدي نقطة كمان، يعني الاتنين اللي فوق حاجة، وطريقة شرحي انا وطريقة تدريبي على الموضوع اللي احنا بنشتغل عليه بقى طبعا مع الابليكنت، ازاي ان هو يبرز نفسه، ازاي حاجة اسمها الاليفيتر بيتش، ان هو يعني من اول 3 ثواني ممكن يؤثر في المقيم في طريقة إلقائه وطريقة إيمانه بالفوز. شكرا أستاذة ندى. ننتقل للسؤال الآخر من السيدة مي السويدي، شكرا على تقييمك الإيجابي. أيضا هناك سؤال من الأستاذة عائشة الحميد، ما هي الأدلة والمستندات الداعمة اللي يجب على الموظف أن يقدمها في معيار القدوة الحسنة والإيجابية؟ طيب خليني أشير برضو الجزء بتاع القدوة الحسنة. نشوف إيه هي صفات القدوة الحسنة، ونشوف إزاي إن إحنا ممكن نشتغل على الأدلة بتاعتها. يعني طيب، فكرة القيادي طبعا إذا كان إلهام أو تطوير الطاقة البشرية والمواهب، وإزاي إن هو بيحفز الآخرين من خلال مثلا، هنا ممكن أستاذة عايشة هي اللي بتسأل صاحبة تمام، السؤال، الأستاذة عائشة أستاذة الحمي. عايشة، أيوه الأستاذة أستاذة عائشة، عايشة. أيوه شخص قيادي بيبين إن هو مثلا بيعمل ميتينجز بشكل يومي للتحفيز او بشكل اسبوعي لتحفيز الموظفين بتوعه، فهو انسان قيادي وبيلهم الاخرين. مثلا ان هو من خلال كوتشنج سيشن، او عامل منتورشيب بروجرام، او عامل كوتشنج سيشن سيشنز موظفينه، بحيث ان هو يبين. فممكن ان انا الادله بتاعتي تكون المنتورشيب بروجرام، او الويكلي بيقولوا عليها الديلي هادلز، اللي هي يوميا بجتمع مع الموظفين، بشتغل معاهم، بتاكد معاهم. فعندي روتين معين كقيادي بشتغل في ان انا بتاكد التواصل التفاعل كالقدوة حسنة. عندي how many communication channels بشتغل معاهم، يعني ممكن يكون عندي الواتساب، عندي كمان بالايميلات، طول الوقت عندي تواصل فعال، برد على الموظفين بشكل سريع، بتاكد ان انا عندي تواصل في الامور اللي هي الشخصيه، مثلا بقف معاهم في ظروفهم او كذا. فده قدوه حسنه، انه شخص عنده ذكاء عاطفي، بيتفاعل مع المعنيين، سريع التواصل وسريع الاجابه على استفسارات الاخرين، وعنده كمان شبكه علاقات، عنده مثلا بارتنرشيب بروجرام بيشتغل ان هو يعزز من الشراكات بتاعته بشكل كبير، عشان يبقى عنده فعاليه وتواصل سريع مع البارتنرز. الفيدباك سيرفي استاذه عايشه، من خلال الناس اللي انت بتتعاملي معاهم، مهم جدا. انا كقائد يهمني اعمل حاجه او اشتغل على موضوع 360 degrees، انه انا اقيم واتقبل اني اقيم من الزملاء ومن اللي تحت مني ومن اللي فوق، الاشخاص اللي بيديروني. فكمان فكره القدوه الحسنه، انه هو عنده الاريحيه والتقبل، انه الاخرين اللي تحت منه يقدروا ان هم كمان يقيموه، مش ان هو فقط كمدير او كقائد، ان هو يعني سواء هذا في القيادة أو حتى يتقبل النقد، لو هو موظف يتقبل النقد البناء، يتقبل التقييم من الآخرين اللي معاه. شخص متعلم، إزاي الأدلة إن أنا طول الوقت بنمي من قدراتي، بتأكد من إن أنا بشتغل على التطوير الذاتي، في كورس معين أخدت 3 كورسات مثلا في الشهر الفلاني، عشان أنا كنت شايف نفسي إن أنا عندي نقص في هذا وهذا، فأتأكدت إن أنا بسعى دائما للتطوير الذاتي. فدي كلها أدلة ووثائق إن إحنا ممكن نبتدي إن إحنا نقدمها. كمان الكوميونتي، يعني هنا بيقول لك يحيط نفسه باشخاص دائمي التعلم. الكوميونتي اللي انا بتواجد فيه، ممكن اكون عندي مشاركات في بعض اللجان في الدوله، فدايما بتواجد معاهم، ده بيبين اني شخص متعلم. شخص متواضع طبعا كقدوه حسنه، ان هو بيتحمل مسؤوليه. يعني لو انا عندي كان في مثلا، حتى لو كان عندي تحدي معين وتحملت هذه المسؤوليه، وتاكدت ان انا في نوع من
يعني بتأكد ان انا مثلا عملت التحدي ده وكان عندي مثلا تشالنج حتى لو بيرسونال، بقدر اقول ان انا متحمل لمسؤولية، فده شخص متواضع. يعني طبعا انا عارفة ان القدوة الحسنة هي حاجة يعني مش سهلة ان احنا نبينها بالأدلة، لكن انا بحاول بقدر الامكان اقرب لكل المعاني بتاعت القدوة الحسنة وازاي ان احنا نفسرها بأدلة. لكن هي طبعا اكتر حاجة بتقدر ان هي تبين قد ايه انا انسان قدوة حسنة من خلال السيرفيز اللي انا باخدها، شهادات التقدير على كاركترستكس معينة او عندي خصال او صفات معينة، فدي كلها نقدر ان احنا نعتبرها أدلة ووثائق. طبعا ذو بصمة فارقة، ده أكبر حاجة، خدمة المجتمع، ده قدوة حسنة. طبعا إنسان بيخدم المجتمع وعنده ممارسات مجتمعية كتيرة، عنده بيشتغل على العمل الإنساني والمجتمعي، كل الحاجات دي نقدر إن إحنا نجيب المشاركات الاجتماعية بتاعتنا، سواء أنا مثلا شخص كندا يعني بشارك كتير في مؤتمرات، أقدر إن أنا أثبت إن أنا مشاركاتي المؤتمرات وإزاي إن أنا برفع من نسبة الوعي أو بعمل الوعي عن التميز مثلا طول الوقت. فكل دي حاجات إن أنت تقدري تجيبي إنك شخصية عندك بصمة فارقة في المجتمع. وطبعا المبادرات الوطنية أكيد بتفرق جدا إنه يكون الشخص ده كقدوة حسنة. فأتمنى أكون يعني أعتقد الصفات اللي حضرتك ذكرتيها ديت لو توفرت في الموظف سواء كان في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص هتبقى في نقلة نوعية في نوعية العمل وفي المناخ وبيئة العمل في كافة القطاعات، وهتبقى في نهضة طبعا للمؤسسة نفسها. ففعلا هي هي صفات صفات رائعة. رائعة جدا تكاد تكون البروفيكشن زي ما بنقول، أو الكمال لله وحده طبعا، بس إنها تتواجد في شخص واحد ويكون كمان قيادي في منصبه، أعتقد دي ده كما شيء ذكرت رائع. هتكون شيء جميل، وهتكون نقلة نوعية للمؤسسة، والمؤسسة هي اللي هتستفيد في نهاية الأمر صح إن يكون في شخصيات أو نماذج بهذه الصفات. إذا انتقلنا للجانب الآخر، إحنا دايما بنتكلم عن جانب المشارك، لكن جانب المقيم دائما بنهمله قليلا وما بنركزش عليه. إذا انتقلنا للجانب المقيم، عندي سؤال من السيدة مريم أحمد بتسأل: هل هناك أدوات تقييم مستخدمة غير مسطرة التقييم الموجودة في الأدلة لتسهيل عمل المقيمين للعمل على عدد كبير من الملفات؟ أعتقد ده جانب برضك مهم جدا لو أجبنا عليه. يعني ليه احنا بنختار اكتر من مقيم في اي مكان؟ عشان يبقى في نوع من الكونسنسس، الكونسنسس اللي هو التحاور مع المقيمين الاخرين ونقاش، لانه انا برضو كمقيم لازم استوعب ان في ممكن يكون نقطة قوة اكتشفها مقيم اخر جنبي. فمش بس مسطرة التقييم طبعا دي اللي بتلزمنا احنا كمقيمين، لكن كمان طريقة تشاورنا الفعالة وتقبلنا لكل الآراء من المقيمين الآخرين اللي حوالينا بتأكد لنا إنه ممكن أكتشف دايما، بيبقى عندي نوع من الفضول، يعني بنقول عليها فضول، يمكن الشخص ده أنا قال للمقيم أو المقيم قدر اللي جنبي يحط فيها حتة من كمان الاستيعابية أو استيعاب كل وجهات النظر. لأن احنا في النهاية لما نكون كذا مقيم وبنشتغل على ان احنا شخص معين يتفرد ويكسب الجائزة، بيكون فيها نوع من الاستماع الجيد جدا للآخرين اللي حوالينا عشان نتأكد انه كمان احنا غطينا كل نقاط القوة وفرص التحسين للمقيم. فأداة التقييم هي اللي بتحكمنا طبعا كإلزام، لكن مهم قوي كمان سرعة الاستجابة والاستماع الجيد وتقبل يعني الآراء بتاعت الآخرين. ده أنا شايفة دي حاجة جوهرية برضو جدا في التقييم. كتير بنقف طب يعني بيختلف مثلا شخص عن التاني ببعض الفروقات البسيطة جدا، طب إيه اللي يتفرد في هذا الشخص عن الآخر؟ في ان احنا نستمع لبعض ونشوف نتأكد انه استفينا يعني استيفاء، عشان كمان ما يبقاش في اي ظلم، يبقى في عدالة في التقييم بتاعنا. من خلال عملك في مجال التقييم، يعني ايه نوع التحدي اللي واجهتيه بشكل عام على مدار سنين خبرتك في هذا المجال؟ اكيد كان في تحدي قوي جدا واجهتيه، وازاي تغلبتي عليه؟ هو التحدي اللي انا قلته ده، انك انتي يعني كمقيم تتاكدي انك بتستمعي جيدا،
في مقيمين احيانا ممكن مقيم يتعصب يزعل يتضايق، لا هو عايزه نوع من التقبل العالي جدا، انك انت تبقى متاكد ان الموضوع ما فيهوش اي نوع من، يعني في نوع من الحياديه التامه، ولا بسبب شخصه او شكله او كذا. يعني احنا عندنا حياديه كبيره جدا في التقييمات، نتاكد انه as fair as حتى احنا لما بنيجي بنكتب عشان نبقى في نوع من عايزه اقول المصداقيه، بنقول لم يتبين، يعني لدرجة لم يتبين، يعني هو يمكن موجود بس ما قدمهوش الأدلة في، يعني فهي فكرة الحيادية والفيرنس من أكبر التحديات، بس كمان اللي بتعلمنا إن إحنا نبقى عندنا استيعاب كبير للي حوالينا، وعندنا فضول إن إحنا نتعلم أكتر عن الشخص من مناقشتنا عن الحاجات اللي موجودة قدامنا، ونفضل طول الوقت إن إحنا نطلب. يعني السايد فيزيت دي مهمه جدا، ليه؟ لان احنا بنروح نطلب طول الوقت ادله، نتاكد ان احنا كل حاجه موجوده، عشان ما نتاكد ما نمشيش واحنا عندنا اي حاجه مش واضحه. فده اكبر تحدي، انك انت تستوفي جميع المتطلبات في اليومين او اليوم اللي مخصصين ليك، عشان تتاكد ان كل حاجه مكتوبه as fair as possible. فدي من التحديات الكبيره، بس كمان كل ما انت بتكبر يعني في المجال او بتتعلم منه اكتر، بتبتدي ان انت تتقن هذه المعلومات أو إن أنت تطلبها. أستاذة ندى، شكرا جزيلا على وقت حضرتك معانا. احنا تجاوزنا الوقت المخصص للندوة، وشكرا للحضور الكريم بتواجده معانا. أنا عارفة إن الآن يعني التحضيرات بتبدأ علشان صلاة الجمعة. جمعة مباركة عليكم، وكل عام وأنتم بخير مقدما، وشكرا على حضوركم معانا إحدى ندوات اللي بتقدمها مؤسسة مجموعة دبي للجودة، وننتظركم للمشاركة معانا في الندوات الأخرى. الموضوع شيق جدا أستاذة ندى اللي تحدثت عنه، ومحتاج أكثر من ندوة إن شاء الله في الموضوع القريب شيق العاجل. جدا فعلا، وفي جوانب وما كتيرة شاء محتاجة الله. تفاصيل أكتر يعني. انا سعيدة جدا بالأسئلة، وعلى الرحب والسعة دايما في التواصل معانا بأي شكل، ان احنا نساعدكم في اي استفسار عندكم ان شاء الله. شكرا جزيلا أستاذة ندى، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله مع وبركاته. السلامة.